بهذه الاتفاقية بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الموريتانية للطيران لتدعيم التعاون بين الشركتين في مجال صيانة الطيارات. إن شركة الخطوط الجوية الموريتانية رايحة تجي لقطب الصيانة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لصيانة الطائرات، وأيضا في مجال التكوين، وأيضا في مجال التموين، وفي كل مجالات التعاون التجاري بين الشركتين. هذه الاتفاقية بالفعل تندرج في إطار الرؤية المشتركة لقائدي بلدين، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني وفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة السيد عبد المجيد تبون، رؤيتهم لما يرونه من ضرورة تقوية العلاقات الأخوية الضاربة في القدم بين الجمهوريتين وبين الشعبين الشقيقين.